بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا دكتور هنكمل الدرس الرابع، واللي هو كان بيتكلم على مين؟ كان بيتكلم على العملية التلقائية والإنتروبي وقانون التاني للديناميكا الحرارية يا دكتور. النهاردة بقى هنكمل في الدرس دون اللي هي مين؟ اللي هو الطاقة الحرة. ايه هو يا دكتور تعريف الطاقة الحرة؟ بنقول هي الطاقة المتاحة للقيام بشغل يا دكتور، تمام؟ بمعنى دلوقتي انت هتقوم تقف، فانت محتاج طاقة، دي بنسميها الطاقة الحرة. والله يا دكتور لو انا قلت لك ان انت هتقوم مثلا هتشغل العربية او هتشغل السيارة، فانت محتاج شغل او محتاج طاقة، تمام، عشان السيارة تشتغل، نفس الفكرة. طيب في تعريف تاني بقى للطاقة الحرة يا دكتور، بنقول ان هي دالة تربط بين المحتوى الحراري ومين تاني يا دكتور؟ والانتروبي. ايه هو المحتوى الحراري؟ اللي هو الدلتا اتش. ايه هو الانتروبي؟ اللي هو الدلتا اس يا دكتور، تمام. احنا بقى عايزين نعرف، عايزين نربط الانتروبي بالمحتوى الحراري، يبقى دي بنسميها الطاقة الحرة. الطاقة الحرة بنرمز لها بالرمز جي يا دكتور، تمام، جميل. ممكن تعرف الانتروبي او ممكن تعرف الطاقة الحرة تاني تعريف بسيط خالص، وتقول لي ان هي التفاعلات التي تتم تحت ضغط ودرجة حرارة ثابتتين يا دكتور، اتفقنا؟ حلو. طيب واحدة واحدة يا دكتور ونعرف يعني ايه الطاقة الحرة دي، تمام. دلوقتي اول حاجة احنا عايزين نعرفها ايه علاقة الانتروبي بالكون بالطاقة الحرة، يعني ناخد كل واحدة لوحدها الاول، تمام يا دكتور. عايزين نعرف ايه علاقة الانتروبي والكون والطاقة الحرة. رقم واحد يا دكتور، الدلتا اس نوديا للكون يا دكتور، للكون دائما اكبر من الصفر، تمام. يعني الدلتا اس لاي كون في الدنيا اكبر من الصفر. ليه يا دكتور؟ لان الكون بيساوي النظام، تمام، مضافا اليه المحيط. ما احنا اتفقنا مع بعض يا دكتور ان الكون كان عبارة عن مين؟ النظام زائد المحيط. يبقى الكون بيساوي النظام زائد المحيط يا دكتور، واي تغير في الانتروبي للكون بيكون عبارة عن مين؟ عن التغير في او التغيرات اللي بتحدث فين؟ في النظام والمحيط يا دكتور، تمام. فطول الوقت الانتروبي بتاعت الكون دايما دايما اكبر من مين؟ اكبر من الصفر، تمام. حلو. يا دكتور لو احنا قلنا الدلتا اتش كانت سالبة، فده تفاعل مين؟ طارد للحرارة، جميل. فده معناه ان يا دكتور درجة الحرارة هتكون عالية في المحيط، فده هيعمل ايه في الانتروبي؟ هيخلوه بإشارة موجبة يا دكتور. يبقى ده اول رابطة ما بين الانتروبي وما بين مين؟ وما بين الدلتا اتش. تاني نقولها بالراحة، تمام، ملحوظة مهمة جدا، ركز معايا يا دكتور. لو العملية او التفاعل طارد للحرارة، فالدلتا اتش بتاعتنا بتكون مالها؟ سالبة، صح. فده يا دكتور بيزيد الحرارة الناتجة عن التفاعل الطارد للحرارة. طيب لما انت بتزود درجة الحرارة دلوقتي في تفاعل طارد الحرارة، معنى كده ان مين هيزيد؟ درجة حرارة المحيط، صح. يبقى الدلتا اس يا دكتور مالها؟ هتزيد هي كمان، ما انت بتزود درجة حرارة المحيط، يبقى الدلتا اس او الانتروبي هيزيد، صح. يبقى انت كده ها الانتروبي هنا، ما هو ده انتروبي الكون. حلو، احنا بنتكلم دلوقتي على انتروبي الكون، اوكي. يبقى يا دكتور بنزود درجة الحرارة الناتجة عن التفاعل الطارد للحرارة، فده هيزود درجة حرارة مين؟ درجة حرارة المحيط. درجة حرارة المحيط يا دكتور هي كمان هتزيد، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ تزيد
درجة الانتروبي يا دكتور، او تزيد الانتروبي للمحيط، ويصبح الدلتا اس معانا بين يا دكتور بإشارة موجبة. حلو الكلام. طيب الملحوظة التانية، تمام، تفتكر زيادة الانتروبي للنظام، لو احنا زودنا الانتروبي للنظام ايه اللي يحصل لانتروبي الكون؟ هزيد برضو. يبقى دلوقتي الملحوظة الاولى ان انت لو زودت الانتروبي بتاع المحيط او زودت الانتروبي بتاع النظام، الكون ايه اللي يحصل له؟ هزيد. بس في نفس الوقت الدلتا اتش بتاعت انتروبي المحيط مالها يا دكتور؟ بتقل. حلو. يبقى دلوقتي في العملية الطاردة للحرارة كان عندنا علاقة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ايه يا دكتور؟ ان احنا عندنا الدلتا اتش كانت علاقة عكسية مع مين؟ مع الانتروبي يا دكتور. ده بيزيد ده بيقل، الكلام ده في مين؟ في التفاعل الطارد للحرارة، ما تنساش. حلو الكلام. ماله؟ ما النظام هو يا دكتور، ركز دلوقتي النظام. لا يا دكتور، النظام دلوقتي بياخد من المحيط درجة الحرارة، فالدلتا اتش بتاعتك بتبقى إشارة مين؟ موجبة برضو، تمام. والدلتا اس ايه اللي بيحصل لها؟ هتبقى بإشارة موجبة برضو. يبقى العلاقة طردية مع مين؟ مع المقص الحرارة. حلو. يبقى الدلتا اتش والدلتا اس يا دكتور ده بتزيد وده بيزيد لو التفاعل كان مين؟ مقص للحرارة. ها مقتنع؟ الانتروبي الكون هيزيد لكن الدلتا اتش تقل. احنا مهم جدا ان احنا نربط الانتروبي بتاع الكون بانتروبي مين او بالدلتا اتش. يعني احنا دلوقتي رايحين نقعد مع بعض علشان نظبط الدلتا اتش والدلتا اس مع بعض. حلو، اتفقنا. فدلوقتي يا دكتورنا احنا اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا حاجة اسمها مين؟ اسمها الطاقة الحرة، صح؟ ورمزنا لها برمز مين؟ جي. فلو جينا نقول يا دكتور ايه هي الطاقة الحرة، هتروح تقول لي والله يا دكتور الدلتا جي بتاعة النظام بيساوي الدلتا اتش يا دكتور بتاعة برضو النظام ناقص مين؟ الدلتا اس يا دكتور بتاعت مين؟ بتاعت النظام. حلو. ما احنا قلنا هي الدالة اللي بتربط بين مين؟ بين المحتوى الحراري ومين تاني؟ والانتروبي. حلو. طيب مضروبة في التي، معلش، مضروبة في درجة الحرارة، التي دي اللي هي درجة الحرارة. يبقى الدلتا جي هي يا دكتور الطاقة الحرة، الدلتا اتش هي التغير في المحتوى الحراري، التي هي درجة الحرارة، الدلتا اس هي مين؟ هي الانتروبي يا دكتور. تمام. طيب عندنا جدول لطيف خالص بنركز فيه لانه ملخص كل الكلام يا دكتور. تمام، تعال نشوف. احنا عندنا في التفاعلات التلقائية في الدرس دون كان اربع انواع. تمام، تفاعلات او تلقائية التفاعل. ما يا دكتور تلقائية التفاعل عندنا ليها أربع أمثلة. المثال الأولاني إن التفاعل يكون ماله تلقائي دائما. المثال الثاني يا دكتور إن يكون التفاعل ماله تلقائي في درجات الحرارة المنخفضة. تلقائي في درجات الحرارة المنخفضة. المثال الثالث يا دكتور ان درجة الحرارة تكون مالها او التفاعل تلقائي في درجات الحرارة العالية. تلقائي في درجات الحرارة العالية. الاخيرة يا دكتور ان التفاعل يكون غير تلقائي. حلو، تعال بقى مع بعض واحدة واحدة كده نشرحهم يا دكتور الاربعة. امتى التفاعل ده بيكون تلقائي دائما، وامتى التفاعل ده يا دكتور بيكون تلقائي في درجات الحرارة العالية او المنخفضة او غير تلقائي. بكل بساطة احنا عندنا قانون دلوقتي اللي هو مين؟ القانون بتاع الدلتا تي. قلنا يا دكتور
هنا ده لو كتبنا دلتا جي بتاعت النظام، وكتبنا يا دكتور الدلتا اس بتاعت النظام، وكتبنا يا دكتور الدلتا اتش برضو بتاعت النظام، القانون كان بيقول لك ايه؟ ان احنا عندنا يا دكتور الدلتا جي بتاعت النظام بتساوي الدلتا اتش ناقص التي في الدلتا اس. حلو؟ قال لك التلقائي دائما يا دكتور لو كانت دي بالسالب، ولو كانت دي بالموجب، ولو كانت دي مين؟ بالسالب يا دكتور. تمام؟ سالب يعني تفاعل طارد للحرارة، يبقى الدلتا اتش الدلتا اس هتبقى موجبة والدلتا اتش هتبقى قليلة. تمام؟ طيب دي أول جملة، ده التفاعل تلقائي. طب امتى يا دكتور تلقائي في درجات الحرارة المنخفضة؟ قال لك لو الدلتا اس سالبة يا دكتور، والدلتا اس برضو سالبة يا دكتور، والدلتا جي كانت مين؟ يا موجب أو سالب، مش هتفرق معايا. يعني الاثنين سالبين، دلتا اس ودلتا اتش الاثنين سالبين، خلاص يبقى التفاعل ده تلقائي في درجات مين؟ الحرارة المنخفضة يا دكتور. تمام؟ حلو. طيب يا دكتور تلقائي في درجات الحرارة العالية، يبقى الاثنين موجب بقى، موجب موجب، وهنا مين؟ موجب او سالب، مش هتفرق معايا الدلتا جي هي موجب ولا سالب، ادام الاثنين موجب خلاص. تمام؟ طب يا دكتور غير تلقائي امتى؟ والله لو ده كان موجب وده كان سالب وده مين؟ موجب دائما. خلي بالك ان احنا هنا ملخصين الدنيا كلها، هيجي يسألك يقول لك هو التفاعل ده تلقائي في درجات الحرارة المنخفضة ولا العالية، وجايب لك درجات الحرارة او جايب لك الدلتا اس والدلتا اتش والدلتا جي. لا لازم. حلو. يبقى تاني، لو انا قلت لك لو الدلتا جي بإشارة سالبة يبقى التفاعل هيكون ماله؟ لا، لو الدلتا جي سالبة يبقى التفاعل ماله؟ تلقائي. طب لو هو كانت بالموجب يبقى غير تلقائي، ودي الملحوظة الأولى. تمام؟ جميل. خلي بالك ان احنا اصلا ما بنعتمدش على الانتروبي، يعني الطاقة المتعلقة بالانتروبي غير مفيدة. ليه؟ لان في الاول والاخر الانتروبي بيتشتت وما بنستخدمهاش للشغل. تمام؟ يبقى الطاقة المتعلقة بالانتروبي هتكون غير مفيدة. ليه؟ لانها تتشتت ولا يمكن استخدامها كشغل. حلو؟ طيب يا دكتور خلي بالك اي مادة صلبة الانتروبي بتاعها بيساوي صفر، اي مادة صلبة الانتروبي بتاعها بيساوي صفر. طيب الدلتا اس لو بالموجب يا دكتور يبقى ده زيادة في ايه؟ في الانتروبي. لو الدلتا اس بالسالب يبقى ده ايه؟ نقصان في الانتروبي. تمام؟ ناخد مثال. ما هسه قايلين دلوقتي ان لو الدلتا اس كانت موجبه يبقى التفاعل ماله؟ الانتروبي زياده فالتفاعل تلقائي. ها، ما هو ساعتها هتبص على مين؟ على الدلتا اتش. ما تيجي ناخد مثال عشان نفهم. تمام؟ تعال ناخد مثال في التفاعل في التفاعل NH4Cl صلب اتحول ل NH3 غاز زائد HCl غاز برضو دكتور، وعند درجة حرارة 298 كلفن تكون قيمة الدلتا اتش يا دكتور 176 كيلو جول لكل مول. تمام؟ و الدلتا اس يا دكتور بيساوي 285 كيلو جول لكل مول يا دكتور. احسب قيمة الدلتا جي واذكر. حلو جدا، بس هنكمل بقية السؤال. واذكر ما إذا كان التفاعل يحدث تلقائي في
الاتجاه الأمامي عند 298 كلفن يا دكتور. هروح نحسب له دلتا جي زي ما انت لسه قايل لي دلوقتي، هروح نقول له ايه بتساوي ناقص التي. حلو جدا الكلام ده يا دكتور، تمام. يلا هروح نقول له هنعوض بقى دلتا جي. الدلتا اتش كانت بكام؟ 176 ناقص الاس كانت بكام؟ ب 298 ضرب مين يا دكتور؟ ضرب 258 بالشكل ده. ما هي اصلا احنا ما ينفعش نعملها غير بالكلفن، ما بنعملهاش بالسيليزيوس. حلو، طلعت بكام؟ طلعت تقريبا ب 91 كيلو جول لكل مول يا دكتور، تمام. حلو، ازاي بقى؟ اعملي دي كده لوحدها، يعني حط بين قوسين، حط دي كده بين قوسين، هيطلع الناتج. ماشي، لأ دي مش 258، دي من 10. لأ مش 2 بوينت، يعني 0.258. طلعت 91. تمام، يبقى دلوقتي لو انا قلت لك خلاص احنا جبنا قيمة مين؟ الدلتا جي يا دكتور، وهو سألني سؤال واذكر ما اذا كان التفاعل تلقائي ولا لا. مش دلوقتي الدلتا جي يا دكتور كانت موجبة، تمام. طب دلوقتي هو الدلتا جي لما بتكون موجبة، تمام. دلوقتي السؤال معانا لازم اكون حافظ الدلتا جي، ايوه هنا موجبه، والدلتا اتش كانت موجبه، والدلتا اس كانت مين؟ كانت سالبه يا دكتور. يبقى بس خلاص الدلتا اس سالبه، يبقى غير تلقائي دائما، يبقى لازم ارجع للجدول تاني. اتفقنا؟ لما بتبص على الدلتا اس يا دكتور والدلتا اتش في المساله، تمام، لان احنا هنا قلنا ان هو غير تلقائي دائما عشان الدلتا اس كانت مين؟ كانت بالسالب اهو في المسألة بتاعتنا، كانت دي يا دكتور سالب. حلو، اوكي ماشي. طيب هنا يا دكتورنا مسألة كمان، مسألة كمان، هنا يا دكتور في عملية التبخير، البي ار الليكويد اتحول لبي ار الجاز، والدلتا اتش يا دكتور كانت بتساوي 31 كيلو جول لكل مول، والدلتا يا دكتور اس كانت بتساوي 93 جول على المول في الكلفن، تمام. بيقول لي ما أقل درجة حرارة تكون عندها هذه العملية تلقائية؟ يلا الدلتا جي لا مش مد، هو دلوقتي بيقول لي ان هو عايز يكون العملية تلقائية، فالدلتا اتش يا دكتور هتكون بتساوي صفر، لان احنا لسه متفقين دلوقتي مع بعض ان اي عنصر، اي عنصر في الدنيا الانتروبي بتاعه بيساوي صفر يا دكتور. خلاص
ايوه بالظبط، ونبدأ نحسب. تمام، يبقى نروح نقول له نكتب له القانون، الدلتا جي يا دكتور بيساوي الدلتا اتش ناقص التي في الدلتا اس. بكل بساطة لو دي بصفر خلاص شيلها بقى، صح، ودي وديها مكانها، يبقى احنا معانا مين؟ الدلتا اتش بيساوي التي في الدلتا اس، لان دي كانت قيمتها بكام؟ بصفر، يعني اي حاجة ناقص صفر او زائد صفر او ضرب صفر ملهاش قيمة. تمام، يلا نعوض. الدلتا اتش يا دكتور كانت بتساوي كام؟ 31. هنجيبها على طول، ماشي، يبقى تي بيساوي يا دكتور الدلتا اتش على اللي هو الدلتا اس. هنا يا دكتور هتبقى ب31 على كام؟ على 93. طلعت بكام؟ بواحد على 3، ماشي، حلو. طيب يبقى درجة الحرارة دلوقتي يا دكتور هتساوي كام؟ تلت. تلت دي اللي هي بكام يعني؟ شوفها كده على الحاسب، طلعت بكام؟ واحد على 3، 3/3 تقريبا كلفين يا دكتور. تمام، حلو. يبقى يصبح التفاعل تلقائي عند درجة حرارة أعلى من كام؟ من 33 كلفين يا دكتور. حلو، هل الكلام لحد دلوقتي في أي صعوبة؟ كده خلصنا الباب الأول كامل مكمل، الحمد لله رب العالمين. تمام، تعال بقى نفتح المذكرة مع بعض ونفتح الكتاب. النهاردة تمام، طب كويس، ايه الوحدة الثانية اللي احنا هتبعتها امتى بقى عشان اعرفك؟ يعني احنا هناخد اللي هي الوحدة دي، لو معاك واتساب أكد عليا. اللي هي الاتزان، صح؟ الاتزان ده اللي هي الوحدة التانية، صح كده؟ ماشي، طيب خلصنا النهاردة القسم الخامس يا دكتور، خدنا عملية تلقائية وخدنا الانتروبي وخدنا القانون التاني للديناميكا الحرارية. الكلام هنا بقى متنطور جامد جدا، لكن في المذكرة بقى احنا ايه يعني فاصلين الكلام ده، حلو. وده طبعا القانون او الجدول اللي احنا قلنا عليه ان هو لازم يتحفظ، لازم القيم دي تتحفظ. حلو كده، نكون خلصنا الوحدة الاولى. في بقى اسئلة فيها ولا خلاص كده؟ في اسئلة؟ تمام، عايزين نحل الأسئلة دي المرة الجاية إن شاء الله، ده طبعا اختبار تراكمي. ماشي، تعالى مع بعض بقى نشوف احنا خدنا سنة. حلو، الدرس الخامس تلقائية حدوث التفاعل الكيميائية، خلاص والدنيا كلها يا دكتور فصصناها. آخر قانون بس اللي احنا ما قلناهوش مع بعض اللي هو ايه، التغير في الطاقه اللي هو الدلتا اتش يا دكتور. احنا خدنا العلاقه الرياضيه، تعال بقى نشوف هو الفرق بين التغير في المحتوى الحراري الدلتا اتش وحاصل ضرب درجه الحراره مين في الانتروبي يا دكتور. تمام، الدلتا اس اللي هو الانتروبي. تمام، هو الانتروبي اللي هو مين؟ انتروبي احنا بنوظنه بالاس، طب التغير في الانتروبي يبقى الدلتا اس. اوكي، بعد كده يا دكتور طبعا ده كل سطر من هنا كان ممكن يبقى عليه سؤال، كل سطر من هنا ممكن يبقى فيه سؤال، مفيش أي مشكلة. بدأنا النهاردة من الصفحة رقم 40، خلصنا 41 معاها، وده الجدول اللي أنا قلت لك عليه إن هو مهم، وخلصنا الصفحة رقم 42 يا دكتور. تمام، 43 برضو خلصناها حليناها مع بعض، 44 كانت دي مسائل
وبنقول لك حدد إذا ما كان التفاعل ده تلقائي أم لا يا دكتور. ما تيجي نحلهم مع بعض، تمام؟ تفتكر التفاعل ده تلقائي ولا لأ؟ من خلال هو دلوقتي أنت معاك مين؟ معاك الدلتا اتش، ومعاك التي، ومعاك مين؟ الانتروبيا يا دكتور، تمام؟ المفروض إن أنا حافظ الجدول، أنا حافظ الجدول أقدر أحل أي حاجة. يلا، الدلتا اتش موجبة، يبقى يا دكتور التفاعل ده يا إما تلقائي في درجات الحرارة عالية، يا إما مين؟ يا إما غير تلقائي. بنبص على الانتروبيا يا دكتور لقيناه بالموجب، يبقى ده تفاعل مين؟ تلقائي على طول، تمام؟ حلو، تلقائي في درجات الحرارة عالية، حلو جدا، تمام؟ لأنها موجب مع موجب. طيب يبقى تلقائي في درجات الحرارة العالية. يلا اللي بعدها هيكون يا دكتور احنا معانا موجب مع سالب، يبقى غير تلقائي دائما، غير تلقائي دائما. موجب مع موجب يبقى ايه؟ موجب مع موجب يبقى تلقائي في درجات الحرارة العالية. ممتاز. اللي بعدها سالب مع موجب يبقى مين؟ تلقائي دائما. ما هي دي موجب، دي سالب ودي موجب، يبقى تلقائي دائما. ماشي. اللي بعدها سالب مع سالب تلقائي في درجات الحرارة المنخفضة. صعبة؟ حلو جدا. دي أسئلة بتيجي أسئلة الامتحانات، أنا فصصت المنهج بتاعكم. حلو، احنا في سنة مهمة. طبعا نفس الكلام بقى، دي كلها كانت أسئلة يا دكتور، تمام؟ هنا مثلا قول قانون هس. ماشي، حاضر، تمام. المرة الجاية هنخليها مراجعة على الوحدة كاملة، زائد ان احنا نحل على الوحدة دي بقى، فنأكد اول ما نبدأ على قانون هس. اتفقنا؟ عشان ما ايه، يبقى الدنيا بيرفكت بيرفكت طول ما احنا معدين. اتفقنا مع بعض ان المرة اللي فاتت الواجب من 48 ل 52، حليت؟ ما هو ما كانش فينا اصلا مسائل 27، دي كانت اسئلة عادية يعني، ما كانش ده الواجب. احنا كاتبين على الواجب على الواتساب ان هو ده، دي مسألتين بس، تمام؟ احنا قلنا الواجب في ماشي ماشي، انا متخيل، بس احنا قلنا الواجب المرة اللي فاتت من 48 ل 52، كاتب كده على الواتساب والله، كاتب لك على الواتساب من 42 او من 48 ل 53، كاتب الكلام ده على الواتساب. حلو، ماشي. يبقى الواجب بتاعنا هيبقى، هنزودهم شوية بقى، ماشي، هنزودهم شوية، خليهم لحد الصفحة رقم 54، خلاص؟ زودنا صفحة واحدة بس.